مساء الخير جميعا، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا دكتور عادل، أهلا وسهلا بعطوفتك. اسمح لي بس بدي أخلي الدكتور نواف يكون معك. تفضل دكتور نواف الخصين. يعطيكم العافية ومساء الخير على الجميع إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير، ونتمنى إن شاء الله ربنا يعني تكونوا بألف صحة ونعمة. طبعا بالبداية خليني أعرفكم عن نفسي. طبعا أنا الأستاذ الدكتور نواف أحمد الوصين، رئيس قسم العلوم المالية المصرفية. طبعا نسعى دائما عادة تسعى جامعة الزيتون الأردنية بالمشاركة في كل المناسبات والفعاليات الوطنية، واحتفالا طبعا بمئوية أردننا الحبيب وبرعاية الأستاذ الدكتور محمد المجالي الأكرم رئيس جامعة الزيتون الأردنية. قام قسم العلوم المالية المصرفية طبعا في كلية الأعمال المتمثلة بعميدها الأستاذ الدكتور سعد غالب ياسين الأكرم بسلسلة من الجلسات الحوارية تكون بدايتها طبعا خلينا نحكي مع عطوفة الدكتور عادل شركس الأكرم نائب محافظ البنك المركزي الأردني. طبعا نشكر عطوفتك بقبول هذه الدعوة، ونترك المجال للدكتورة آلاء دويك يعني حتى تنسق إدارة الجلسة. مشكورة طبعا، تفضل. يعطيكم العافية جميعا، مساء الخير. بكرر ترحيب في عطوفتك معالي، عفوا عطوفة الدكتور عادل شركس. شكرا لقبولك الدعوة، واسمح لي أنقل الكلام للدكتور الزميل مروان الزعبي للترحيب بحضرتك. طبعا دكتور مروان هو ممثل كلية الأعمال في قسم العلوم المالية والمصرفية، وعمل في البنك المركزي لنحو 50 عام تقريبا، وهو أيضا مدير عام في معهد الدراسات المصرفية وخبير مالي واقتصادي في صندوق النقد الدولي. دكتور مروان تفضل لو سمحت. دكتور مروان الزعبي، أوكي، بس كأنه ثواني بعد إذنك دكتور. اوكي هيك بتهيأ لي نعم صار الصوت نعم تمام دكتور، تفضل. من عندك كأنه كان. يس تفضل. مساء الخير دكتور عادل، مساء الخير جميعا، وشكرا لكم. بداية يعني برحب بزميلنا الأخ عطوفة الدكتور عادل شركس على قبوله لهذه الدعوة، وأنا متأكد أنه رح نسمع محاضرة ممتاز اليوم، لأنه يعني خيرة من تحدث عن البنك المركزي هو الدكتور عادل شركس، هو زميل وأخ عزيز. بس بالبداية خليني أعرف الدكتور عادل، هو حاليا نائب محافظ البنك المركزي منذ 1/4/2012، صدرت الإرادة الملكية بتعيينه نائب محافظ، وتقلد عدة مناصب داخل البنك وخارج البنك. هو على سبيل المثال رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري، وقبل هيك كان مديراً لدائرة الأبحاث في البنك المركزي، وإحنا تزاملنا مع بعض أنا وياه ومعالي الدكتور حمد اللي هو معانا اليوم بالجلسة. طبعاً هو درس في العديد من الجامعات الأردنية وفي أمريكا درس، وله العديد من الأبحاث، وسبق أنه أنا وياه اشتركنا في بحث قبل عدة سنوات. مرحب فيك دكتور عادل، أنت أخ عزيز وإحنا مبسوطين لوجودك معنا ومشكور على هذه الزيارة، وطبعا المشكور عطوفة رئيس الجامعة الدكتور محمد المجالي على رعايته لهذه الجلسة الحوارية، وهناك جلسات أخرى أيضا. وشكرا للدكتور خالد جابر والدكتورة آلاء دويك اللي هي يعني هي رتبت كل هذا الموضوع مع دكتور سعد غالب عميد كلية
الآمال. شكرا لكم جميعا. الجلسة عنوانها إجراءات البنك المركزي في مواجهة جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني. طبعا البنك المركزي يعني أنا ما بدي أطول لأنه الدكتور عادل حيتحدث في الإجراءات كلها وحطنا بصورة الأمور اللي بس يعني حبيت أحكي كلمة هيك بسيطة عن البنك المركزي لأنه كتير ناس يعني وخاصة طلابنا ما بيعرفوا بالضبط شو بيشتغل البنك المركزي. يعني البنك المركزي هو بقانونه ينص قانونه على أنه هدفه الاستقرار النقدي وهدفه ضمان قابلية تحويل الدينار وهدفه أيضاً المساهمة في النمو الاقتصادي. يعني كثير بيعتقد أنه هدف البنك المركزي هو المحافظة على البنوك أو إعطاء قروض للحكومة أو يعني أو لا، هي ما وظائف بيقوم فيها بس له أهداف أبعد من هيك. يعني لما نحكي استقرار نقدي معدل التضخم وسعر الصرف وضمان قابلية تحويل يعني أمر مهم جدا وطول عمره البنك المركزي حقيقة وهذا أمر يذكر وإحنا نعتز في محافظ على الدينار ومعدل التضخم ضمن مستويات مقبولة. قام بإعادة العديد من الإجراءات البنك المركزي، أكيد أنا متأكد أنه راح يتحدث عنها الدكتور عادل، متوقع منه كمان يقوم بإجراءات جديدة يعني لأنه هو المؤسسة اللي إمكانها تقوم بإجراءات أكثر من غيرها في الأردن. لكن مثلاً أنه مثلاً تخفيض أسعار الفائدة هذا أمر مهم، هيك أزمة كورونا يعني إحنا بنعرف أنها هي أزمة سيولة نقدية وطبعاً تتعدى ذلك إلى أزمة في الاقتصاد، بس يعني كبنك مركزي اللي هو السيولة النقدية إحنا هذا أمر بهمنا أنه ما يصير فيه بانيك، ما يصير فيه مشاكل في البنوك. فهو قام بدور ممتاز البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة، خفض مثلاً احتياط النقدي، وبعدين أقرض البنوك من خلال يعني عمليات إعادة الشراء ووفر سيولة أكثر من مليار دينار. يعني فبالتالي إجراءات كانت يعني ممتازة وإحنا بنتوقع أكثر من هيك فيما بعد. بس نترك الحديث للدكتور عادل. دكتور عادل أو أترك لدكتورة ألاء، هي أساس هي تدير الحوار. فضل الدكتورة. شكرا لك دكتور مروان ويعطيك ألف عافية، شكرا للمقدمة الجميلة. رح أسمح المجال وأعطي مجال لعطوفة الدكتور. تفضل دكتور عادل، كلنا أداة صاغية. شكرا دكتور علاء. بداية بشكر جامعة الزيتون ممثلة بعطوفة الدكتور الأستاذ الدكتور محمد المجالي على الدعوة الكريمة. بشكر دكتور خالد جابر ودكتورة آلاء، وأيضاً شكر خاص لزميلي القديم والصديق العزيز الدكتور مروان الزعبي ومعالي الدكتور حمد، من وجه له تحية لأنه أيضاً معالي الدكتور حمد يعني يوم من الأيام أنا كنت أحد موظفينه، يعني كان هو موجود بدارة الأبحاث وكنا إحنا تابعين لقيادته في دارة الأبحاث، وحتى الدكتور مروان الزعبي يعني كان موجود بدارة الأبحاث. أتوقع أنا يمكن زاملت أنا وياك دكتور في نفس القسم النقدي، ما بعرف إذا أعتقد الذاكرة تسعفنا بالتسعين بالأربعة وتسعين وتسعين بالضبط. إحنا هرمنا زي ما نقول. لا بعدك شباب يا دكتور عادل، شباب الله يخليك. فأنا فرصة طيبة أول شيء أنه بمناسبة رمضان الكريم أيضاً أني أتواجد معكم وكل عام وأنتم بخير، وأيضاً ضمن احتفالات المملكة بدخولنا بالمئوية الثانية على تأسيس الدولة الأردنية، واللي نأمل أنه إن شاء الله إحنا بالبنك المركزي حقيقة نبني على الإنجازات اللي تحققت بالمئوية الأولى، وعندنا استراتيجية جديدة إن شاء الله راح نطلقها قريباً بمحاور جديدة في على مستوى البنوك المركزية وأهمها الجرين فاينانسينج وموضوع تمكين المرأة سواء في مجالس الإدارة أو في تمكينها بحصول على المنتجات المالية بدون أي تميز، بالعكس نعطي حوافز لتمكين المرأة على جميع الأصعدة. اليوم حقيقة أنا على عجالة رح ألخص ما قام به البنك المركزي أثناء الجائحة. البنك المركزي حقيقة مبكراً أعد دراسة بشهر 2
2020 فبراير 2022. وكانت هذه الدراسة حقيقة تلخص توقعاتنا لآثار أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني، وكان هذا الإطار بيعتمد على ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول مدة بقاء الوباء، والسيناريو الثاني بداية التعافي متى ستكون. فكان في سيناريو بيقول يعني كان متفائل إنه النصف الثاني من 2020 إنه قد يبلش الاقتصاد يتعافى، والسيناريو الثاني كان بيقول إنه أول 2021، والسيناريو الأكثر تشاؤماً كان بمنتصف 2021. وبناء عليه كان واضح إنه حجم الأزمة كبير جداً، وأزمة لم تتعرض لها المملكة من قبل ولا العالم حتى. فاعتمدنا إحنا بإجراءاتنا على السيناريو الثالث، واللي هو يعتمد إنه التعافي راح تكون فترة طويلة، وبالتالي بدها إجراءات قوية من قبل البنك المركزي. البنك المركزي حقيقة زي ما حكى الدكتور مروان الزعبي، إحنا بالقانون أول شيء مهمتنا نحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، والنقدي المقصود فيه نحافظ على سعر صرف الدينار، ونحافظ على التضخم مقبول في الاقتصاد يحفز النمو الاقتصادي، وهذا الاثنين إذا تحققوا بكونوا بيعززوا البيئة الاستثمارية الآمنة اللي بتدعم النمو الاقتصادي. والمحور الثالث أن نحافظ على سلامة بنوكنا أو القطاع المالي. ب 2016 عممنا مش بس البنوك، أصبحنا نشرف عليها، أصبحنا نشرف على مؤسسات التمويل الأصغر، وطبعاً شركات إصرافي كانت موجودة من أول. واليوم في بديوان التشريع قانون جديد، لا إحنا راح نشرف على شركات التأجير التمويلي اللي اليوم للأسف ما حدا بيشرف عليها، وأيضاً non-financial institutions برضو راح تكون خاضعة للبنك المركزي. أي مؤسسة تعطي تتعامل بالقروض سوف تخضع لرقابة البنك المركزي إن شاء الله قريباً. فعودة على ما قام به البنك المركزي، الأزمة يعني كان البنك المركزي مهمته إنه يحافظ على الكوربريت اللي هم بيشتغلوا بالاقتصاد، كل المؤسسات الحيوية، وتوفير التمويل لها، وأيضاً الأفراد. يعني ما بدنا كان الأفراد يتعثروا بسبب أزمة كورونا، لأنه إذا بتتذكروا بشهر 3 لشهر 5 كان في كومبليت شت داون بالاقتصاد الأردني، وهذا الكومبليت شت داون خلى الكاش فلو اللي موجود عند المؤسسات سواء الاس ام ايز أو الأفراد، أو الأفراد اللي نقصد فيهم مش الموظفين الحكومة والقطاع العام، اللي هم كانوا يشتغلوا مياومة، اللي كانوا يشتغلوا بالمطاعم، اللي كانوا يشتغلوا بالكافي شوب، تقريبا توقف إيرادهم. فبالتالي كان لازم البنك المركزي يقوم بعدة إجراءات. تلخصت الإجراءات زي ما بمناسبة معي الأخ رامي الحديد، وهو مساعد مدير دائرة الأبحاث يتولى عملية البوربوين. السلايد هذا بيلخص ما قام به البنك المركزي. أول إشي ضخ السيولة كان مهم، وتوفير السيولة، ورح نذكر كيف ضخينا السيولة. حماية سوق الائتمان أيضا قمنا بإجراءات، سواء كان تأجيل الأقساط أو جدولة القروض. الحفاظ على متانة ومنع التجهيزات المصرفي، ومن الإجراءات اللي قمنا فيها مثلا أنه ب2020 طلبنا من البنوك الأردنية بأنها ما تقوم بتوزيع أرباح، وتحتفظ فيها بفر لا سمح الله لأي شخص مستقبلي أو أي مخاطر مستقبلية. وفي محور كثير مهم هو تعزيز المدفوعات الإلكترونية الرقمية وقطاع التمويل الأصغر. إحنا الحمد لله المملكة خلال الأزمة البنوك الأردنية ما أغلقت نهائياً، ومارست دورها بحيث أنها كل الاعتمادات والتحويلات الدولية للتجار ظلت شغالة حتى بالكمبليت لوك داون.
لأنه كان مهم كثير أنه إحنا نوفي بالتزاماتنا مع التجار والبضاعة اللي كانت مستوردة وفي منها كان بالطرق وفي البحر أو بالبواخر. فبالتالي البنوك الأردنية قامت بدور كلها عملت عن بعد بما فيه البنك المركزي، كان في خطة جاهزة اللي هي البزنس كونتينيوتي بلان وسوينا لها اكتيفيشن، وقام البنك المركزي بإدارة أنظمة المدفوعات كلها سواء كانت الـ RTGS أو الـ ECH اللي هم نظام تسوية المدفوعات في الأردن، سواء الشيكات المقاصة أو الحوالات كلها أديرت عن بعد، وكلها يعني الحمد لله نجحت بدون أي ثغرات أو أي مخاطر. أيضا حماية وتعزيز النفقات، وقمنا بإجراءات وقائية راح نحكي عنها في جدول إذا رامي بتفرجينا إياه. هذا ما قام به المركزي باختصار، تقريبا 2.7 مليار دينار مجموع ما تدخل به البنك المركزي من شهر 3/2020 وحتى تاريخ اليوم، وهذا بشهادة المؤسسات الدولية كان الأعلى تقريبا بالشرق الأوسط وأيضا بالعالم. يعني هذا تقريبا 8.7% من الاقتصاد الأردني تدخل حجم تدخل البنك المركزي في أثناء أزمة كورونا. وأول إجراء هو تخفيض الاحتياط الإلزامي 550 مليون دينار، وهذا ساعد بتوفر سيولة عند البنوك وتخفيض تكلفة الأموال عند البنوك، فبالتالي عكسها على المقترضين. قدمنا أيضاً 300 مليون لضمان القروض عشان تقوم بمهمتها بضمان قروض الاسميز اللي هي نافذة، خلقناها ب 500 مليون دينار راح نحكي عنها ليتر. وقمنا بإعادة شراء مع مؤسسة ضمان الودائع أيضاً ب 254 مليون، وفي كان ريبو ب 850 مليون دينار، وهي ترانزاكشنز بتتم بيننا وبين البنوك عشان نوفر لهم السيولة اللازمة، وهاي السيولة اللازمة كانت ضروري تواجدها عشان القطاع الخاص، ما الحكومة ما تزاحم القطاع الخاص، لأن الحكومة في آنذاك توقف الكاش فلو حتى تبعها، فبالتالي كانت تصدر سندات بشكل يعني كل يومين كنا نصدر 100 مليون أو 70 مليون دينار، فكان في ضغط على السيولة، فبالتالي عشان هيك الحجم التدخل كان كبير. التمويل الأصغر كان له الحظ الأكبر، إحنا بلشنا بنافذة ب 500 مليون، وبعدين بشهر ثلاث قبل شهر أو شهر ونص رفعناها أيضاً ب 200 مليون. إذا مجموع ما تدخل به المركزي هو 2.7 مليار دينار. هذا إذا بنوصف السياسة النقدية بهاي المرحلة، طبعاً هي تسمى توسعية، توسعية بمعنى إنها خفضت أسعار الفائدة، خفضت الاحتياط النقدي الإلزامي، وكان الهدف دعم الائتمان الموجه للقطاع الخاص بالذات وضمان أن يتدفق السيولة إلى القطاعات المختلفة سواء كانت SMEs أفراد أو مؤسسات كبيرة. فزي ما حكى الدكتور مروان، إحنا أول خطوة كمان قمنا فيها هي تخفيض سعر الفائدة ب 150 نقطة، أو 150 نقطة بالسياسة النقدية بالعادة الرياكشن تبع البنوك الترانزميشن ميكانيزم تأخذ تقريباً 6 شهور عشان البنوك تستجيب لهذا الانخفاض، ولكن تم الاتفاق مع البنوك ولأول مرة يعني أدبياً وأخلاقياً تم عكس هذه 150 نقطة في 1/5/2020 على جميع المؤسسات الأفراد والإسميز، في حين تم خفض على المؤسسات 100 نقطة. الواقع على المؤسسة الإسميز والأفراد كان 125 نقطة والإسميز كانت 100 نقطة. واشترطنا على البنوك بأنها ترسل رسائل نصية تعلم العميل بأنه التخفيض تم 1/5 وبمقدار التخفيض، وأيضا توضح له إذا كان سعر الفائدة 8% أصبح 7.75، أو إذا كان 7 نزل 125 نقطة ليصبح 5.75. فهذا التخفيض كان مهم كثير لأنه أيضاً وفر سيولة لدى المقترضين، لأنه اللي كان يدفع 500 دينار
بانخفاض سعر الفائدة 125 نقطة، صار يدفع roughly speaking يمكن 430-470 دينار، فهذه ساعدت بتخفيض العبء على الناس القادرين طبعاً أصلاً على الدفع، لأنه في ناس أيضاً تضرروا وتوقف دخلهم تماماً، قمنا بإجراء مختلف معهم. أيضاً حكيت أنا على 200 نقطة اللي نزلناهم للاحتياطي النقدي وعلى الاتفاقيات الشراء. المحور الثاني كان هو حماية سوق الائتمان. حماية سوق الائتمان، إيش يعني حماية سوق الائتمان؟ كان مهم قطاع الاسميز اللي هو بيمثل تقريباً 95% من الشركات في الأردن هي تعتبر اسميز. وتعريف الاسميز كان عندنا بالأردن ينطبق عليه اللي عنده 100 عامل وأقل، أو 3 مليون مبيعات أو موجودات. إحنا بالأزمة رفعنا تعريف الاسميز، سويناه 200 موظف، كل مؤسسة لديها 200 موظف وأقل تعتبر اسميز، شريطة أنه يكون أيضاً مبيعاتها أو موجوداتها رفعناها ل 5 مليون دينار، وهي شملت شريحة أكبر من هذول الاسميز. وأيضاً دخلنا بهذه النافذة الأفراد، يعني الأفراد نقصد الحرفيين والمهنيين اللي هم النجار والسباك وحتى المحامين وأصحاب شركات التدقيق والمطاعم، وكل القطاعات تقريباً دخلت بهذا ال 500 مليون، واللي رفعناها ب 700 ل 200 مليون، واللي تصبح 7 مليون ب 1/3/2021. ميزة هذه النافذة حقيقة إنه سعر الفائدة فيها متدني جداً، حد أقصى إلها 2%، وضمان القروض تضمن 85% من القرض، لأنه هذول الاسميز كما تعلمون بأنه مشكلتهم بعدم وجود الرهونات لهم، ما عندهم رهونات للحصول على قروض من البنوك، يعني دكانة أبو العبد أو مطعم أبو العبد ما عنده إلا محله الصغير اللي يعني ما عنده أي ضمانات يقدمها للبنك عشان يحصل القرض. فبدخول ضمان القروض إنها تضمن 85% من القرض وبسعر فائدة فقط 2%، شجع كل هذه المؤسسات إنه تأخذ، والقرض لخمس سنوات مع فترة سماح سنة أيضاً بدون ما يدفع. والميزة الأخيرة بأنه كل مؤسسة اقترضت من هذه النافذة لتغذي رواتب موظفينها، الحكومة تحملت مشكورة لسعر الفائدة بما يخص الرواتب. يعني إذا أخذ واحد قرض 100,000 وكان من 100,000 في 50,000 رواتب، 2% على 50,000 هدول راح تتحملهم الحكومة وزارة المالية عنه، أما 2% للنفقات الجارية المختلفة هو راح يتحملها. فهذا أيضا خفف العبء على هذا القطاعات المختلفة. أيضا في عنا نافذة اللي هي بتهم القطاعات الاقتصادية الكبيرة والحيوية اللي بنسميها إلها value added بالاقتصاد، سواء كانت صناعة، صادرات، زراعة، طاقة متجددة، صحة، نقل. نافذة بمليار و200 دينار كانت موجودة قبل كورونا، ولكن بكورونا عدلنا على هذه النافذة، بحيث أول إجراء قمنا به بتخفيض سعر الفائدة على هذه المشاريع اللي تنطبق عليها الشروط. فكانت تخفيض سعر الفائدة من 1.75% إذا المشروع داخل عمان أصبح 1% فقط، وإذا خارج عمان أصبح 0.5%. وطبعاً هذه النافذة تتم من خلال البنوك، يقوم البنك المركزي بإقراضها للبنوك والبنوك تعيد إقراضها. فأول ميزة لهذه النافذة بأنها سعرها فائدة متدني وسعرها ثابت طول مدة فترة القرض، بحيث إذا رفع البنك المركزي أدوات السياسة النقدية لن ترتفع هذه الأسعار عليها، راح تكون ثابتة طول فترة القرض. وفي المقابل إذا خفض البنك المركزي أسعار الفائدة راح تنخفض هذه الأسعار. ما
ما قمنا به بأثناء الأزمة أنه الفترة الخمس سنوات مددناها لعشر سنوات، فأصبح القرض يعني اللي كان يدفع 500 دينار على خمس سنوات أصبح يدفع 250 دينار عشان يقدر to survive، وخفضنا عليه سعر الفائدة بدل 51 ل 1% إذا داخل عمان، وبرا بدل 1% كان سويناها نص بالمية. فكانت برضو مهمة هذه النافذة لتمويل القطاعات الاقتصادية المختلفة. أيضا قمنا الحفاظ على الجهاز المصرفي، طبعا يعني كان أولوية للبنك المركزي لأنه البنوك الأردنية الحمد لله بتتمتع بمتانة ومتانة قوية من حيث رأس المال، كفاية رأس المال أو ما يسمى بالـ NPL القروض المتعثرة، نسبة الديون الغير العاملة اللي احنا بنسميها. فكان مهم جدا أنه نعزز متانة هذه البنوك ونضمن أنه أنها ما تتعرض لأي هزة. فبالتالي إذا بتطلع على المؤشرات في 2020 بالعكس كفاية رأس المال، وهي نسبة رأس المال مرجحة للمخاطر، مخاطر القروض اللي أعطتها البنوك تقريبا 18-3%، وهي نسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط أو في المينا ريجين، وأعلى من مقررات بازل اللي تشترط 10.5%، والبنك المركزي يشترط 12% كحد أدنى. فكما ترون بأن النسبة هي 18.3%، معناته أن البنوك الأردنية well capitalized وعندها بفر كافي للتصدي لأي مخاطر مستقبلية. وإحنا البنك المركزي حقيقة نقوم بما يسمى بالستريس تيستينج لهذه البنوك، بحيث نعمل سيناريوهات شوكس مختلفة سواء كانت للإنترست ريت أو الجي دي بي أو الـ NPL، ونرى انعكاسات هذه على البنوك الأردنية. وكل النتائج حقيقة اللي سويناها تشهد بأن القطاع المصرفي قادر على الصمود أمام أي أزمات، وخاصة أزمة مثل هاي الأزمة. الـ NPL إذا بتطلع بتشوفها كانت 5% بالـ 2019، ارتفعت slightly لـ 5.5% بـ 2020، وهذه أيضا نسبة مقبولة إذا ما قورنت بالسابق، وصلت تقريبا لـ 12-14%، وبعدين نزلت لـ 9 وبعدين لـ 7 وبعدين نزلت لـ 4، وللأسف أنه يعني ارتفعت اليوم لـ 5.5، ولكنها ما زالت يعني من المستويات الآمنة. في عندنا محور اللي أيضا اللي بخص الأفراد، كان مهم كثير الأفراد اللي دخلهم تأثر أو توقف، وتأثر نقصد بأنه نقص، يعني اليوم إذا تاكسي عنده تاكسي أوبر أو تاكسي أصفر وكان بيطلع 500 دينار بالشهر وكان يسدد البنك 200 دينار، أصبح دخله اليوم 300 دينار، فهو غير قادر على دفع القسط تبع 200 دينار. فهذا كان معاه فرصة لسيناريوهين. السيناريو الأول بأنه يقوم بتأجيل الأقساط لنهاية عام 2020، وبعدين سمحنا لهم حتى لنهاية 2021. هاي أول خطوة كانت للأفراد متاحة، أو أنه يقوم بجدولة بحيث أنه إذا كان يدفع 200 واليوم قادر فقط يدفع 100 دينار، البنوك بتمد مدة القرض وبتعمل له القسط الشهري 100 دينار، وهذا أيضا انطبق على المؤسسات. وهذه الخطوة حقيقة حمت القطاع الأفراد والشركات حقيقة من التعثر، لأنه إذا بقى القسط تبعه ثابت ودخله هو اللي نقص 100%، كان راح نواجه تعثرات كبيرة، والتعثرات هاي لا هي من مصلحة البنك ولا من مصلحة العميل، لأنه العميل راح يتصنف
وتصنف معناته البنك راح يبلش ياخذ مخصصات وراح يكون عبء على البنك، وايضا العميل راح يخسر لانه راح ينحط على البلاك ليست وراح يرفع عليه قضيه والى اخره. فالبنك المركزي حاول يحافظ على التوازن ما بين حق البنك وايضا بانه العميل يبقى في حياه انه يخدم دينه وايضا يستمر بنشاطه الاقتصادي. وسوينا عدة إجراءات أيضاً بالشيكات المرتجعة، لأنه طبعاً الناس وقف السيولة تبعتها، اللي كان كاتب شيك بشهر 4 لأنه كان مفترض أنه الدنيا راح تستمر طبيعي، وفجأة أجت كورونا، فهذه الفئة أيضاً أعطيناها معاملة خاصة بحيث أنه أسماءهم ما تندرج على البلاك ليست، وأعطيناهم فترات متقطعة ومختلفة حسب كل قطاع على حدة وخصوصيته، لكي نضمن أيضا بأنه صاحب الشيك اللي اليوم ما في له تغذية أنه اسمه ما ينزل على البلاك ليست، بشريطة بأنه نحافظ على حقوق الآخرين. يعني أيضا بهذه الإجراء حاولنا نحدث التوازن، لأنه الشيك هو له طرفين، طرف يعني مدين ودائن، وبهمنا الاثنين حقيقة إنهم ما يتعثروا ولا تأثر حقوقهم. المحور الخامس كان عندنا المدفوعات الإلكترونية كما ذكرت، وهي كانت من أحد النجاحات حقيقة اللي البنك المركزي بنى عليها واعتمد عليها بالأزمة. كما ذكرت كل الأنظمة البنوك اشتغلت عن بعد ولبت حاجات المواطنين والشركات، يعني حتى اللي كان له طالب بدرس في أمريكا ولا في السودان ما 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 وقفنا أي حوالات نهائيا. الأردن البلد الوحيد في الدول العربية إنه ما حطينا كابيتال كنترول نهائيا، لا إشي مخفي ولا إشي، بالعكس كنا أعطينا تعليمات واضحة للبنوك بأنه تحويل العملة من داخل الأردن إلى خارجها يبقى كما هو معتاد، وبالفعل تم تلبية جميع حاجات الأردنيين سواء كانت لطلابهم لتجارتهم، حتى لو واحد حابب يحول فلوسه على سويسرا لم نمنعه ولا فكرنا بأنه نمنعه. فإذا الفري كنترول فري كابيتال موفمنت ظلت شغالة طبيعية، بالعكس هي أعطت ثقة بأنه البنك المركزي مرتاح على مستوى الاحتياطيات اللي موجودة عنده، والحمد لله أنه الاحتياطيات بالعكس بالأزمة زادت من 14 مليار دولار في نهاية 2019، في نهاية 2020 أنهينا على 15.9 مليار دولار أمريكي. المحافظ الإلكترونية أيضا لعبت دور كبير بالأزمة، كل المعونة الوطنية وزعت من خلال المحافظ الإلكترونية، لأنه الناس كان في حظر وما يقدروا يمشوا على الأقدام، فكان الفلوس توصلهم على المحافظ الإلكترونية، والمحافظ الإلكترونية ممكن يروح على أي ATM ماشين ويكيش فلوسه أو أنه يدفع التزاماته من خلال الـ QR على من خلال المحفظة الإلكترونية اللي عنده. برضو التمويل الأصغر قمنا بتأجيل أقساطهم، لأنه التمويل الأصغر أيضا كما ذكرت هو خاضع لنا، وقمنا بتأجيل أقساط للمقترضين. طبعا الإجراءات الوقائية أنا قربت أخلص لأنه بدنا نفتح النقاش. البنك المركزي طبعا كان أهم شيء بالبداية الأزمة، صار في ضغط كبير على الدينار الأردني على الكاش، يعني في ناس حقيقة يعني تصرفت بسلوك مفزع وغير طبيعي، يعني في ناس أخذت في البيت حطت 5 مليون وعشرة مليون دينار كاش تصور. فبالتالي كان في طلب على النقد المصدر، وقام البنك المركزي بطلب تلبية حاجات البنوك كاملة من الدينار الأردني، كان في طلب كبير على الدينار الأردني عكس العملات الأخرى يعني اللي ما كان في عليها طلب. حرص البنك المركزي مع البنوك إنه الاي تي ام ماشينز كلها كل يوم تكون ممتلئة، لأنه أيضاً كان الاعتماد عليها للمواطنين كانوا يمشوا على الأقدام،
ويوصلوها وكان يأخذوا منها كاش لتلبية حاجاتهم. طبعاً برضو من القطاعات اللي فتحت مبكراً القطاع البنوك، اشترطنا عليهم أن يمارسوا التباعد الاجتماعي والتعقيم والكمامات، ونجحت البنوك بأنها ترجع إلى اليوم تقريباً 100% موظفين، مع أنه أيضاً هذول الموظفين تعرضوا للخطر لأنهم يتعاملوا مع النقد أول شيء ويتعاملوا مع الجمهور. فلا ننكر بأنه في إصابات كثيرة صارت بين موظفين البنوك وخاصة التيلرز اللي بيكونوا بتعاملوا مع الجمهور، ولكن أيضاً البنوك قامت مشكورة بالحفاظ على موظفينها وعلاجهم وتوفير المطاعيم لهم عشان تبقى الحركة الاقتصادية شغالة. أخيراً بس بدي أذكر أن البنك المركزي الحمد لله نجح على رغم كل هالإجراءات اللي سويناها. طبعاً إذا أنت اقتصادي السؤال كيف البنك المركزي قدر يتدخل بهذا الحجم وهو يملك نظام سعر الصرف ثابت. عادة نظام سعر الصرف الثابت إحنا الحمد لله من 95 من تبتين سعر الصرف الدينار، وأثبت بأنه نظام ناجح وملائم للاقتصاد الأردني وما زال يخدم الاقتصاد الأردني ويحافظ على تنافسية الاقتصاد الأردني من حيث الاستثمار والصادرات. ولكن دائما خوفك على العملات الأجنبية، أنك تبني عملات أجنبية بفر عالي عشان يغطي المستوردات، والحمد لله الـ 15 مليار اليوم اللي عندنا وأربعة بالعشرة بيغطوا تقريبا 9 أشهر من المستوردات، وهذا أعلى من مستوى 3 شهور اللي هو المستوى المطلوب عالميا. بس عودة على موضوع التوازن بين إجراءات البنك المركزي اللي بتحافظ على الاستقرار النقدي وعلى العملات الأجنبية وعلى دعم النمو الاقتصادي، فكانت عملية التوازن عملية صعبة جدا، لأنه أنت ما بدك تضخ دينار أردني بشكل عشوائي بالسوق وبالتالي ينعكس على احتياطاتك الأجنبية سلبا. فكان الضخ بطريقة مبرمجة تايملي، وصفوه الصندوق الدولي تايملي وتارجتد، وأيضا أهم شيء أنه في عندنا إكزيت بلان، يعني كل الميجرز اللي سويناهم في لهم تايم فريم معين. إذا ما شفنا الريكفري ساينز إن شاء الله تبدأ وتظهر، البنك المركزي ممكن ينسحب بهدوء من هذه الإجراءات تدريجيا، طبعا مش بشكل عشوائي، بشكل مدروس، بحيث أنه ما نأثر على الريكفري، بالعكس نضمن أنه الريكفري تحصل بالكامل وبعدين نقوم بعملية الانسحاب المبرمج والتدريجي. أنا بكتفي بهذه الإضاءة على إجراءات البنك المركزي، ونسمع أي أسئلة من الإخوان أو الطلاب. شكرا لكم. شكرا لك دكتور عادل، يعطيك ألف عافية عطوفتك. طبعا فعليا إحنا بحاجة لمثل هاي المعلومات وهاي الجلسات، لأنه هيك طلابنا ونحن بنقدر نربط الثيوري بالواقع والأرقام الفعلية اللي صارت موجودة عندنا. اسمح لي بدي أطلب من الدكتور حمد الكساس بمعالي وزير المالية الأسبق نسمع وجهة نظره وتعقيبه على الموضوع بعد إذنك. تفضل دكتور حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا، أسعد الله أوقاتكم جميعا، وتقبل الله منا ومنكم الصيام، وكل عام وأنتم بخير. أشكر عطوفة الأخ دكتور عادل شركس على هذه المحاضرة القيم التي لخص فيها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وهي بكل صدق وبدون مجاملة هي قصة نجاح كل المقاييس. أيضا لا يفوتني أن أشكر زميلي الدكتورة آلاء دويك على التنسيق لعقد مثل هذا اللقاء المهم والمثمر بعون الله. ما في شك أنه جائحة كورونا كان لها أثر عنيف على مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية في الأردن وكافة دول العالم، لكن ما يميز أزمة كورونا في الأردن عن معظم دول العالم أنها جاءت في خضم ظروف كان يعاني منها الاقتصاد الأردني من تباطؤ حاد في النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وانحسار الاستثمارات وارتفاع عجوزات الموازنة العامة وميزان المدفوعات وارتفاع المديونية العامة بشكل عام. فجاءت الجائحة لتعمق هذه التحديات وتزيد من الاختلالات في الاقتصاد وتقلل من فرص نجاح برامج الإصلاح المالي مع صندوق النقد الدولي وبرامج الإصلاح الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة في الربع الأخير من عام 2019 على شكل حزم كنا نعول عليها لتحريك عجلة النمو الاقتصادي ولو بشيء يسير. كما أن أزمة كورونا تختلف عن سابقتها من الأزمات التي تعرض لها الاقتصاد الأردني من حيث تأثيرها القوي والسريع والمباغت على جانبي العرض والطلب في الاقتصاد، حيث توقفت عجلة الإنتاج والخدمات كلياً في كثير من القطاعات، وتم تسريح العمالة وانحصر الطلب على السلع والخدمات الأساسية بسبب حالة عدم اليقين التي سادت. كل ذلك أدى إلى انكماش في الاقتصاد، وبالمناسبة هذه أول مرة يسجل فيها الاقتصاد الأردني نمواً سالباً منذ الأزمة الاقتصادية لعام 1989، كما تراجع قطاع السياحة بشكل حاد وانحسرت المداخيل من الاستثمارات الخارجية وحوالات العاملين، وسجلت الموازنة العامة عجزاً غير مسبوق أدى إلى ارتفاع مستوى المديونية إلى حوالي 110% من الناتج المحلي الإجمالي. في هذا الإطار يمكن القول أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للحفاظ على مستوى مستويات مريحة من السيولة في الاقتصاد، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للتخفيف على الشرائح والعمال كانت كفوة ولها أثر مباشر على جميع المواطنين، مما أثارت استحسان معظم الناس. فالبنك المركزي مؤسسة وطنية عريقة تدير السياسات النقدية والمصرفية بجدارة واحتراف، ويسجل له قدرته على التصدي لأزمات سابقة تعرض لها الاقتصاد الأردني. وفي أزمة كورونا كان التركيز على تسهيل إجراءات السياسة النقدية من خلال تخفيف أسعار الفائدة وضخ سيولة إضافية كما ذكر الدكتور عادل، وقد ساعد البنك المركزي على اتخاذ هذه الخطوات أو الإجراءات التخفيفية انخفاض كبير في أسعار الفائدة في الأسواق الدولية، كما انخفض مستوى السيولة في الاقتصاد المحلي والتخفيض في أسعار الفائدة في هذا العام، وانخفض وارتفع مستوى السيولة المحلية. وتراجعت أسعار الفائدة في السوق المصرفي في كثير بأكثر من 20 نقطة أساس. وبالرغم من ذلك استطاع البنك المركزي أن يحافظ على مستوى مريح من الاحتياطيات الأجنبية التي بلغت حوالي 16 مليار دولار في نهاية عام 2020، وهو مستوى مريح وغير مسبوق من قبل. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الذهن، هل كانت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي كافية لإنقاذ الاقتصاد من هذه الأزمة؟ الإجابة السريعة هي أن النتائج الاقتصادية والتراجع في العديد من المؤشرات الاقتصادية التي نعيش قد يتطلب المزيد من السياسات المالية والنقدية، وإن كان هناك محددات وتحديات الكل يعرفها تعيق من توجهات هاتين السياستين. فهل نشهد المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة في هذا العام؟ وهل نشهد المزيد من ضخ السيولة في الاقتصاد؟ هل تكون عمليات تأجيل أقساط القروض ملزمة من البنك المركزي على البنوك بدلاً من تركها لهوى ورغبة البنوك؟ لا أريد أن أطيل، فقد وفى وكفى الدكتور عادل في هذا المجال، وأكرر شكري الجزيل لأخي الدكتور عادل على المحاضرة القيمة والممتعة والشاملة التي أوفانا بها هذه الليلة. وقبل أن أنتهي من محاضرتي أرجو أن أؤكد على أن كلية الأعمال في جامعة الزيتونة بصدد إطلاق مؤتمر في هذا العام حول ديجيتال إيكونومي، ونطلب من إخواننا في البنك المركزي المساعدة في رفض هذا المؤتمر بالأبحاث
وخاصة في مجال نظام المدفوعات وبعض الأبحاث التي نعتقد أنهم جميعا جديرين في مساهمة في هذا المؤتمر وهم شريكين في هذا المؤتمر لأنه تحت رعايته. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا دكتور. إذا بتسمحي لي دكتور علاء، أشكر معالي الدكتور على المداخلة المهمة حقيقة، والسؤال اللي طرحه معالي الدكتور حمد إنه هل إجراءات الحكومة أو البنك المركزي كافية؟ الجواب يعني التاريخ سوف يحكم، يعني أنا ما عندي لن أقول أنه كفى أو لم يكفي، ولكن سوف أجاوب السؤال بطريقة مختلفة. إحنا أول ما كنا متوقعين بشهر 3 مع الصندوق الدولي كان متوقع الاقتصاد الأردني بأن ينكمش بخمسة بالمئة، أن يتراجع الجي دي بي ريل جي دي بي بخمسة بالمئة، وبشهر 6 تم إعادة بشهر 9 حقيقة إعادة 29-20 إعادة التقييم النمو بأنه راح يصبح 3%، ولكن ما حصل حقيقة أنه الاقتصاد الأردني انكمش بعام 2020 1.6% ناقص 1.6%، يعني التوقع كان 5% وبعدين مع التحسن وصل لناقص 3، ولكن الفعلي اللي حققه الاقتصاد الأردني وكان أحسن نمو بالمنطقة، لأن المنطقة كلها مارست 5% و6%، مصر الوحيدة اللي تمتعت بشيء موجب أتوقع 2%، ومن ثم الأردن كانت الأقل انكماشاً بناقص 1.6. الآن يعني إحنا في البنك المركزي we argue إنه إجراءاتنا اللي قمنا فيها خففت من هذا الانكماش، وأيضاً الحكومة argues the same إنه هم إجراءاتهم بتأجيل الضرائب وتأجيل الدفعات والتخفيف عن الناس وتقسيط بعض المستحقات قامت ببقاء السيولة بالاقتصاد. فبالتالي وفي ناس بتقول لك لا الإجراءات غير كافية كانت ويجب كان إنه البنك المركزي يضخ سيولة أكثر، بس إحنا تقييمنا في البنك المركزي إنه النوافذ تبعتنا ما زالت شغالة، يعني النافذة اللي رفعناها من 500 مليون ل700 اليوم هي استهلك منها 500 مليون، يعني متاح منها 200 مليون، المليار و200 متاح منها 600 مليون دينار أردني. تأجيل الأقساط ما زال شغال لنهاية 2021، وهون خليني أجاوب الدكتور حمد على تأجيل الأقساط. تأجيل الأقساط عمليا حقيقة لكل متأثر وليس من مصلحة العميل اللي قادر أن يدفع أن يؤجل، لأنه التأجيل يصاحبه سعر الفائدة اللي موجود بالعقد شغال، يعني ما في إعفاء من سعر الفائدة، ولا دولة في العالم وحتى دول الخليج أجلت أقساط بدون فوائد، كل الأقساط تؤجل بفوائد. معناها اليوم إذا أنت عندك 100 دينار القسط تبعك وفائدة تبعتك 10% وأجلتها لسنة، 100 راح تدفعها 110، وإذا أجلتها لعشر سنوات roughly speaking راح تدفعها 200 و something، فمش من مصلحتك أنك تأجل، أنت مصلحتك أنك تخلص من القروض، ولكن إذا أنت مش قادر طبعاً بدك تأجل عشان ما تتعثر. وإحنا يعني أعطينا الحرية للبنوك لأنه البنوك مصدر أموالها معروف، إما ودائع أو القروض الأقساط اللي بتحصلها، فالأقساط اللي تأجلت تصور الأقساط اللي تأجلت من شهر 3 حتى شهر 3-2021 فاقت 3 مليار دينار أردني، يعني البنوك الأردنية خسرت سيولة كانت راح تيجيها وتعيد إقراضها ب 3 مليار دينار. هذا رقم بقى في السوق، هذا رقم ضخ بالسوق وبقى لدى الأفراد والمؤسسات عشان يقوموا بإنفاقه على مختلف الجهات، وهذا أيضا ساهم بأنه الناقص 5 تطلع ناقص 1.6. ف سعر الفائدة، آخر سؤال اللي حكاه الدكتور حمد إنه هل سوف نشهد مزيد من التخفيض؟ إحنا بالبنك المركزي دائما واجبنا بالقانون كما حكينا إنه نحافظ على جاذبية الدينار الأردني. اليوم الهامش بيننا وبين الدولار تقريبا 200 نقطة،
وتاريخيا كان يصل في بعض الأحيان ل 250 نقطة، وتاريخيا وصل ل 300 نقطة، ولكن اليوم 200 نقطة نرى بأنها مناسبة، وفيها حاليا يعني أنها مناسبة، وقد يعني نأخذ أي خطوات مستقبلية تفيد المصلحة الاقتصاد الوطني ولا تؤثر على جاذبية الدينار. اليوم الستانس في مونيتري بوليسي مناسب للاقتصاد الأردني. وآخر شيء ذكر الدكتور حمد اللي هو الديجيتال إيكونومي، إحنا كثير مهتمين بهذا الموضوع وندرس حقيقة في البنك المركزي، عندنا تاسك فورس هلا تدرس الديجيتال كرنسي. طبعا احنا العملات المشفرة كلها منعنا التداول فيها من خلال بنوكنا، ولكن اذا لك حساب في دبي او في نيويورك انت بتقدر تشتري، بس اليوم اذا لك حساب في البنوك الأردنية لا تستطيع ان تستخدم هذه الكروت اللي معك لشراء الديجيتال العملات الافتراضية المشفرة. ولكن الديجيتال كرنسي كل البنوك المركزية اليوم قاعدة بتفكر أنها تصدرها، في بنوك صدقتنا وصدرتها، وإحنا قاعدين يعني نشتغل عليها بشكل مكثف. والنظام المدفوعات الإلكتروني اللي خلقه البنك المركزي اليوم، اللي بتدفع فاتورة ابنك وانت بالبيت، تدفع فاتورة الكهرباء، تدفع فاتورة المي بدون أن تتحرك بالسيارة حتى، هذه هي البنية للاقتصاد الديجيتال. يعني المفروض الديجيتال إيكونومي ما في له أساس إذا ما في نظام مدفوعات آمن يحقق الدفعات السريعة والريل تايم ترانزاكشنز. فإحنا إلنا السعادة إنه نشترك بالمؤتمر وشبابنا يقدموا وجهة نظرهم في هذا الموضوع. شكرا دكتور حمد. بس دقيقة اختلاف. أول شكرا دكتور، أنا يعني لما طرحت السؤال عارف جوابه للأمانة، لأنه يعني العبء الأكبر وقع على البنك المركزي للأمانة في الأزمة كورونا. يعني كان البنك المركزي قدم شغلات كثيرة لكن ما شفنا جهات أخرى ساعدت. طبعا الحكومة ما قصرت لكن وضع المالي ما بيساعد. أنا لهذا السبب طرحت السؤال، أنه البنك المركزي ما بيقدرش حسب يعني السياسة النقدية أنه يتوسع في هيك أدوات بحيث أنه بتمثل الاستقرار النقدي والمالي. لذلك يعني لابد من أنه يكون في تنسيق بين السياسة المالية والنقدية والسياسة الاقتصادية بشكل عام حتى نشوف وين بدنا نوصل فيما بعد كورونا. شكرا. شكرا معالي. شكرا. شكرا عطوفتك. شكرا معالي دكتور حمد. شكرا عطوفة الدكتور عادل شركس. دكتور عادل بعد إذنك بدي أستأذن حضرتك، هل ممكن أنه كم سؤال بتحب تجاوب؟ لأنه شايفة تفاعل من طلابنا وفي بعض الزملاء الآخرين حابين يسألوا. أنا جاهز ستي. طيب بعد إذنك ناخد أكم سؤال، ما بدي أطيل عليك، بدي أفتح مجال للدكتورة ميس شعبان، هي أيضا دكتور في قسم العلوم المالية والمصرفية. تفضلي دكتورة ميس إذا عندك أي استفسار أو أي مداخلة. أتفضلي دكتورة ميس. يعطيكم العافية، سوري ما كنت قادرة أعمل أنميوت. أوكي. يعطيكم العافية دكتور، بحب أشكرك بالبداية على المعلومات القيمة، فعلاً يعني a very interesting session. كنت أسألك عن الإجراءات البنك المركزي، أنت وضحت لنا أنه في توسيع لعمل برنامج ضمان القروض طبعاً من خلال تمويل الـ MSMEs للنفقات التشغيلية وغيرها، بس برأيك هذا الحكي رح ينتج عنه ارتفاع بالديون المتعثرة على المدى الطويل، ممكن يأثر على البالانس شيت للمؤسسة ضمان القروض للبنوك؟ هل البنك المركزي عنده إجراءات معينة للتعامل مع زيادة التعثر على المدى الطويل، أو ممكن تشوف أزمة مالية بالأفق؟ يعني ممكن هذا الحكي يؤدي لأزمة على مستوى الاقتصاد بشكل عام؟ بس شكرا لك. شكرا دكتورة ميس، أجاوبك بعجالة. أول شيء، حجم القروض في الأردن اليوم كاملة 27 مليار دينار أردني، فعندما لا سمح الله لو تعثر 500 مليون فهو مش رقم كبير بالنسبة ل 27 مليار، ولكن احنا التعثر اللي ضمان القروض راح تضمن 85%،
والبنوك أخذت ضمانات ب 15%، فإذا البنوك هي محصنة بضماناتها، وضمان القروض راح يتحمل إذا تعثر عميل بال 85%. عشان هيك البنك المركزي أعطاهم 300 مليون دينار العائد، خلاهم يستثمروا بسندات حكومية، والعائد السنوي بنحط احتياطي لمواجهة أي تعثر لا سمح الله. ف 300 مليون انشرى فيهم سند لعشر سنوات، تقريبا كل سنة بأخذوا 5%، ويتم الاحتفاظ بهذه 5% لحالات التعثر. احنا السيناريو لو تعثر لا سمح الله 50% من هذا، ضمان القروض راح تكون قادرة على حمل التحمل يعني هذا الشق. ولكن ايضا اذكر بانه البنك المركزي قام تاجيل الاقساط على حتى على هدول، كانت اول لمده سنه واجلناها لمده سنه اخرى، يعني حتى ل 2021 هدول القطاعات اللي اخذوا مش مطلوب منهم يسددوا اليوم، وان شاء الله بنهايه 2021 تكون على الاقل مظاهر التعافي بلشت وعادت هذه المؤسسات ب بأدائها الطبيعي وتكون قادرة على التحمل. فباختصار ما في أي خطورة لا على الجهاز المصرفي، لأنه الجهاز المصرفي ما أخذ 15% ضماناته كاملة، وضمان القروض مؤسسة مدعومة من البنك المركزي، وأخذنا احتياطينا بحصول تدفق نقدي إلها يعادل 5% على 300 مليون. وشكراً على السؤال. شكراً. شكرا لك دكتور عادل. تسمح لي اخذ كمان سؤال لفراس، تفضل فراس. يعطيك العافيه عطوفتك، كل عام والجميع بالف خير. انا طالب فراس عجام تخصص اداره اعمال، كنت حاب اسال عطوفتك بس عن مدى تاثير انخفاض الاحتياطيات من 7 الى 5 على العمله، وكل الشكر لك. انت بتقصد الاحتياطي الالزامي فراس؟ الاحتياطي الالزامي. نعم نعم نعم، الاحتياطي الالزامي. نعم. لا، هذا ما له علاقة بالاحتياطات الأجنبية. احنا الاسم بتشاركه باسم احتياطي إلزامي، وهذاك احتياطيات أجنبية. الاحتياطي الإلزامي هي نسبة يفرضها البنك المركزي على الودائع لدى البنوك. فاحنا بناخذ 7% من ودائعهم بنخليها بالبنك المركزي، لا سمح الله إذا البنك تعرض لأي هزة بيكون عند البنك المركزي 7% من ودائع. فهي هاي نسبة يعني احترازية يحتفظ فيها البنوك، وهي تكلفة على البنوك حقيقة. احنا بالأزمة نزلناها مؤقتا ل 5%، فما إلها علاقة بالاحتياطيات الأجنبية. الاحتياطيات الأجنبية مفهومها مختلف تماما، هي كل ما يملك البنك المركزي من عملات أجنبية وذهب، فهذول مجموعهم تقريبا اليوم 15.4 مليار دولار. وكما ذكر الدكتور حمد، بنهاية عام 2020 وصلت إلى 15.9 مليار دولار. شكرا يا فراس. تمام. آخر سؤالين عطوفتك ورح ننهي. رح أعطي مجال لزيد، تفضل زيد. يعطيك العافية دكتور، شكرا أويش على المعلومات اللي فتنا فيها دكتور. وفي عندي سؤال بخصوص النظام الفيدرالي الأمريكي. هسه هو النظام هذا طلع عشان الأزمات المالية، فبدي أسأل إيش تأثر البنك المركزي في حل أزمة كورونا، تمام، في الإجراءات والقرارات اللي اتخذها مثلا النظام الفيدرالي؟ يعني هل تأثر البنك المركزي؟ يعطيك العافية. زيد، يعني سؤالك هو إيش علاقتنا مع الفيدرال ريزيرفز؟ الفيدرال ريزيرفز اللي هو البنك المركزي الأمريكي، إحنا نتابع طبعاً سياسته من حيث المونيتري بوليسي تول تبعته. وكما ذكرت بنحاول إنه يكون الهامش بيننا وبين المونيتري بوليسي تول تبعنا، المين مونيتري بوليسي تول تبعنا، مع المين مونيتري بوليسي تول تبعهم اللي هو الانتر بانك الفيدرال فند ريت بسموه، إنه يكون الهامش 200%. فهو اليوم تقريباً 200%. طبعاً بس انخفض، هم خفضوا، إحنا أعطانا أريحية بأنه إحنا نخفض. يعني إذا بدك جواب مباشر، كان انخفاض الفيدرال فند ريت إيجابي على المونيتري بوليسي ريت،
وكان معطانا روم انه نخفض سعر الفائده باريحيه، وبنفس الوقت حافظنا على الهامش لصالح الدينار الاردني. شكرا يا زيد. تمام. اخر سؤال، معلش تحملونا لانه خلص الوقت، بس راح افتح مجال لجميل محسن، هو اخر سؤال راح ناخده مع الدكتور عادل. تفضل جميل. يعطيك العافيه دكتور عادل، مشكور على المعلومات القيمه هاي. دكتور تسمح لي بس اسال سؤال شوي خارج عن الموضوع؟ تفضل، بس ما يكون خارج بالفن لانه يعني لا هسه دكتور بالنسبه للعملات الرقميه راح يصير لها تداول بالسوق الاردني، وشو هو دور البنك المركزي في تنظيمها منع الاحتيال، وهل بتنصح بالاستثمار فيها لانه قاعدين بنشوفها بترتفع بشكل اسعارها بترتفع بشكل مخيف ورهيب صراحه؟ جميل، يعني جواب سريع. البنك المركزي ب 2014 طلع بيان واضح جدا انه البنوك الاردنيه ممنوع ان تسمح لعملائها باستخدام حساباتها او لكروت البطاقات الائتمانيه لتمويل الحركات لشراء هذه العملات. والهدف لانه احنا للاسف هذه العملات كلها لا هي مدعومه من بنوك مركزيه ولا باحتياطيات ولا باي اساسيات لاي اقتصاد، هي عملات تعتمد فقط على المضاربه وعلى الربح والخساره. يعني نتذكر انه ما في كل شيء اسمه ربح، قد يخسر الانسان، ولكن هذا قرار استثماري بتمتع فيه المواطن. اذا بده يستثمر هو حر بروح بيشتري، هذا احنا ما لنا دخل فيه، ولكن ممنوع ان تستخدم الحسابات الاردنيه البنوك الاردنيه، لانه السبب الرئيسي لانه هذه العملات الافتراضيه مشكوك بانها تعامل لغسل اموال او في تمويل الارهاب او او او. واذا بتقرا تصريح محافظ البنك المركزي الاوروبي قبل فتره صرح بأنه هم ضد العملات الافتراضية لأنها مشكوك بأنها تمول غسل الأموال، وحتى ما في بنك مركزي سمحها بالمناسبة يعني لبنوكه أنه تتعامل فيها، ولكن المواطنين بيقدروا يشتروها من حسابات من نيويورك من حسابات بدبي، هذا قرار استثماري يعود للمواطن. نصيحتنا في البنك المركزي أنها هاي مخاطرها عالية جدا، وأنه يجب البقاء بعيد عنها والاستثمار بالأدوات الشرعية اللي سواء بالأسواق المالية المنظمة والمشرف عليها ومراقبة من الجهات الرقابية. شكرا يا جميل. شكرا. في مجال ولا؟ تفضل دكتور مروان. طبعا تفضل. يعطيك العافية دكتور عادل، صحيح محاضرة ممتازة، حطيتنا بصورة يعني الإجراءات كلها، لأنه يعني احنا بنقرا هون وهون، بس انت اعطيتنا خلاصه كامله للاجراءات اللي تمت. والله يعطيه العافيه البنك المركزي، يعني مؤسسه هي اللي بتعطينا الامل بصراحه، يعني في الاقتصاد الاردني هي المؤسسه اللي بتعطينا الامل، لانه اجراءاتها دائما في المقدمه، والحكومه دائما يعني انا ما بدي احكي بس يعني ما اجراءات زي البنك المركزي. لكن يعني يعني قبل ما اسال سؤالي أحكي حد كلمة حد، يعني لأنه في ناس ما بتعرف شو البنك المركزي بيسوي، يعني حتى الأساسيات ما بتعرفها. يعني أنت حكيت جملة بشكل عابر، وهي جملة معبرة عن شو دور البنك المركزي. أنت قلت أنه كان الطلب كبير على الدينار الأردني في فترة الأزمة، بس هاي لحالها بتعطيك شو دور اللي بيقوم فيه البنك المركزي. يعني الناس ما راحوا على الدولار ولا راحوا على اليورو ولا راحوا على أي عملة أخرى، هاي بتعطيك يعني انه البنك المركزي قائم بدوره بشكل ممتاز. يعني حقيقة هذا مش مدح، هذه حقيقة، وهذا مش اليوم وبس. يعني احنا نطلع الدول اللي حوالينا، يعني العملات ما في عندها استقرار اطلاقا. ممكن نتحدث بسعر الصرف انه مرتفع او منخفض، هذا شيء ثاني، بس هو مستقر. الازمة الحالية هي ازمة سيولة. البنك المركزي قام باجراءات لمعالجة السيولة، أنا ما بعرف إذا كانت كافية هالإجراءات، أنتوا أعلم يعني منا، بس يعني أنا بشوف إنه يعني أولاً إنه الاحتياط النقدي لازال هو مرتفع، إذا في كان حاجة للسيولة، إذا في حاجة لازال مرتفع، ونافذة الإيداع لازالت مرتفعة على 2% يمكن هي هسه،
وانا مش عارف كيف تحسبوا الهامش، يعني هل الهامش يعني انا بتصور هو لازم ينحسب بين الانتر بانك بالاردن والانتر بانك في امريكا. فاذا بتقصد هذا الشيء 200 نقطه يعني هو اذا في حاجه للسيوله في مجال للتخفيض حتى سعر الفائده. سؤالي انه هو سؤال انه اول شيء كنت حاب اعرف هل البنوك وضعها جيد كارباح؟ انا بعرف انه حفظت الارباح كثير، وبعرف انه نسبه كفايه راس المال مرتفعه، هذا اوكي، بس بعرف انه انخفضت بس لا زالت بتربح يعني. هاي نقطه. والنقطه الثانيه ال 15.4 الاحتياطي النقدي اللي عفوا مش النقدي، احتياطيات العملات الصعبه كيف ارتفعت؟ شو مصادر ارتفاعها؟ يعني احنا كانت هي بحدود 13 مليار 12 مليار بهالظروف الصعبه، شو اللي سبب ارتفاعه؟ وشكرا الله يعطيك العافيه دكتور عادل، شكرا تحملتنا. شكرا دكتور مروان، بالعكس اسئله كثير مهمه. اول شيء اخر سؤال هو الاحتياطي كيف ارتفع؟ الاحتياطي بنهايه عام 2019 كان 14.3 بالعشرة، انتهى ب 15 ب 2020 على 15.9 لعده عوامل. اول شيء الاردن اصدر بشهر 6/2020 يورو بوند مقداره مليار و750 مليون دولار. سددنا، كان علينا تسديد يورو بوند اخر استحق بشهر 10 مليار ربع، فظل فائض تقريبا 500 مليون دولار. المنحه الامريكيه زادت لاول مره من 500 الى 850، فايضا 350 مليون دولار. البنك الدولي ايضا اعطى الاردن 300 مليون دولار، والباقي كله جاء من نتيجتين: ارتفاع سعر الذهب، لأنه إحنا بالبنك المركزي استثمرنا بالذهب بالوقت المناسب، مش لأغراض الربح، ولكن الاحتياطي رصيد الاحتياطي اللي موجود بالبنك المركزي في جزء منه بنك في ذهب. كان عندنا زدت حصة الذهب، نعم، كانت تقريبا مليون و300 أونصة، اليوم عندنا 2 مليون أونصة، وسعر الذهب ارتفع، فهذا تقريبا في 400 مليون أجوا من فرق سعر الذهب، تصور يعني الارتفاع. أكيد. وأيضا البنوك باعتنا، لأنه يعني الدكتور حمد ذكر شغلة أنه السياحة تراجعت بشكل ملحوظ تقريبا 75%، ولكن حوالات العاملين اللي كان متوقع أنها ترجع 30-40% رجعت فقط 9%، وبشهر 10 و11 و12 رجعت لموجب، يعني بشهر 10 و11 آخر 2020 بلش، لأنه الجلف إيريا بلش يفتح وما كان في عندهم لوك داون كامل، الأردنيين بلش يحولوا فلوسهم، وحتى شهر 1 و2 و3 من هذا العام حولات العاملين موجبة. فهذه كل عوامل خلت انه الاحتياطي يزيد. احنا الهامش زي ما قد اقول دكتور هو الفرق بين الفيدرال فند ريت اللي هو 0.25 لزيرو اليوم، والانتر بانك او الويندو باختصار احنا اللي هو 2 زي ما انت ذكرت 2%. فهو اذا بدنا نقارنه 2 مع الصفر 200، واذا قارناه ال2 مع ال0.25 هو 1.75. فهذا باختصار الـ الهامش اللي احنا بنحافظ عليه. وبدي اشكر الجميع حقيقه، وانا شايف الدكتور جاسر نسور معانا كمان من حيايه ونشكره، وبشكر زميلي رامي الحديد اللي قام بمساعدتي اليوم بالعرض، والدكتوره ألاء والدكتور حمد والدكتور الدكتور خالد والدكتور المجالي وجامعة الزيتوني وطلابها حقيقة على السيشن الممتع. أنا شخصياً استمتعت، وأشكركم جميعاً على حسن الاستماع، وإن شاء الله يكون معلومات مفيدة. شكراً لك. تفضل دكتور حمد. شكراً دكتور عادل. يعني بس نوصيك على المؤتمر، لأنه يعني المؤتمر مهم، وهذا يعني في يعني تعاقدنا مع مؤسسة تنشره على شكل كتيب مصنف سكوبس، وبنتمنى من شباب البنك المركزي إنهم يساهموا في بحثين ثلاثة فيه. والله لنا الشرف يا دكتور أنه نشارك فيه، وخاصة أي شيء أكاديمي إحنا ندعمه بشكل قوي. راح نبعث كتاب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب شكراً لك دكتور عادل شركس، شكراً لعطوفتك على سعة صدرك ووقتك، شكراً لمعلوماتك القيمة اللي قدمت لنا إياها. طبعاً إحنا بجامعة الزيتون نؤمن دائماً أنه لازم طلابنا
يحصلوا على فرصة أنهم يحاوروا ناس أصحاب خبرات ويأخذوا زي ما بيحكي المثل المعلومة من أصولها. حابة أنوه دكتور أنه هاي برضو مش الأول مشاركة لجامعة الزيتونة مع البنك المركزي، إحنا قمنا بأكثر من مشاركة معكم ونسعى دايماً لا يكون في عنا تشاركية بمواضيع أخرى وجلسات حوارية إضافية. طبعاً دكتور أنا بفتخر أني أنا كنت طالبة من طالباتك في مرحلة الماجستير، وشكراً لك كمان مرة. وحابة بعد إذنك أشكر عطوفة الدكتور الأستاذ الدكتور محمد المجالي اللي سمح لنا وتكرم برعاية هاي الجلسة، وبشكر الدكتور حمد والضيوف الكرام ويعطيكم ألف عافية جميعاً. لا أنا بشكرك جداً، وأنا فخور بأنك أنت حققت إنجاز يعني يشار إليه بالبنان حقيقة. وعلى عجالة أنا شايف سؤال بالتشات بيقول هل في خوف على الدينار؟ بدي أطمنه اللي سائل إنه الدينار الأردني في أحسن حالاته وسوف يبقى في مستواه، وراح نحافظ على نظام سعر الصرف لنفسه لأنه ما زال يخدم الاقتصاد الأردني. فارتاح اللي سائل إنه هل الدينار راح ينخفض؟ لا بطمنك ما راح ينخفض، بالعكس إحنا محافظين عليه وراح نظل نحافظ عليه بإذن الله. شكرا شكرا لكم جميعا. شكرا شكرا دكتور. شكرا يا دكتور، الله يعطيك العافية. مع السلامة دكتور عادل. مع السلامة. مع السلامة جميعا.